دايما كان في عالم محتاجة، بس هلا يمكن الوضع كتير اصعب خصوصا للعيال اللبنانية. يمكن في عيال كان ماشي حاله هلا بالمرة، بعتقد الطبقة الوسطى اللي كانت موجودة اختفت، ويمكن الاكثر شيء انضرب هو اللي كان حالته اصلا صعبة وصارت اصعب. ف في اكتئاب، في حزن، بس بنفس الوقت في امل. أنا وضعي كتير تعبان قبل الكورونا، ما إحنا تعبانين يعني حتى قبل التظاهرة وضع البلد اقتصاده تعبان، والتظاهرة والكورونا يعني شحدنا وفقرنا. أنا ما خصني Thank you.